امكم دي هتتجنن نفسها تخرج معايا، بس هي يا حرام محرجه يعني تسيبكم لوحدكم عشان انتوا لسه صغيرين، خايفه عليكم. يا ماما بقى انتي محرجه من ايه؟ احنا مش صغيرين يعني عشان تسيبيكم لوحدنا. يا ماما حضرتك فعلا محتاجه تخرجي وتفكي عن نفسك شويه، وهي فرصه ان توصل معاكي عشان ما نقلقش عليكي. بس انا كنت عايزه اخدكم معايا وانا خارجه. ماما احنا كده كده مش هينفع ان احنا نخرج، لان الميعاد اتاخر واحنا لازم ننام عشان ورانا بكره مدارس. يعني حتى لو قعدتي احنا مش هنبقى قاعدين معاكي. والله يا بنتي عين العقل. بس ما تجوش تتاخروا بقى، ده انت تؤمر يا تامر بيه. ده يا ريت انت وصلت تخرجك معاها كل يوم بدل ما انت حابسه نفسك كده معانا في البيت على طول. بس على فكره المره الجايه هنخرج معاكي عشان ما تاخديش على كده يا ست ماما. اظن مفيش اسهل من كده. في حجه تانيه؟ الكلام ده بجد يا مرشدي؟ ودي حاجة فيها زهرة خيرية؟ بقى فاتن قالت لك انها عاوزة تتجوزك؟ يا صار لما كلمتنا على الموبايل بعد ما نزلت من هنا قالت لي انا لازم اشوفك ضروري ضروري، في حاجة ما تستناش لبكرة. انا قلت يا ساتر يا رب، اكيد عندها مصيبة وطلبت مني اقابلها في كازينو. قلت لها كازينو؟ كازينو ايه يا فاتن؟ انا والناس يقول ايه؟ ده ست وحدانيه وكلام الناس كتير، بلاش كلام الناس. انت يا اخوخه لو عرفتي حاجه زي دي هيجرالك ايه؟ قلت لها لو عايزه تشوفيني تعالي المصنع. قلت اطمن على اولاد المرحوم سالم اشوف جرالهم ايه، دول مهما كانوا من لحمنا ودمنا ومن ريحه المرحوم. انت فاتن لما جات لك المصنع طلبت منك انك تتجوزها؟ وساعتها يا ابني حصل لي اللي حاصل لامك ده. شايف امك الشرايح طقم من عينيها والدم ضارب في نافوخها ازاي؟ تلاقي ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنت الناس؟ عايز تتجوزيني انا؟ انا راجل متجوز وعندي عيال، واذا كان على الجواز انت ممكن تتجوزي اي راجل، خصوصا ان انت لسه صغيره وحلوه، حلوه قوي. قالت لي لا يا مرشدي انا مش هتجوز حد غيرك انت، انت تعتبر عم العيال وانت اولى بتربيتهم من اي حد غريب. قالت لك كده؟ اه، اصل ابني مسترجلاني ومستجدعاني، شايفه انها راجل مال وهدومي، وان اي ست تتمنى انا اكون جوزها حتى لو كانت دكتوره ولا مهندسه. بقى فاتن قالت لك كده؟ انا كان ممكن ما اقولكيش، خصوصا يعني بعد ما صدتها وفهمتها ان انا متجوز وعندي عيال. لا ومتجوز مين؟ خوخة اللي زي القمر وش السعد والخير كله. بس قلت يعني انك لازم تعرفي عشان تحرصي منها. هاي ايه؟ في ايه؟ مالكو؟ امك بتموت. انت بتعملي ايه يا خيري؟ ابعد عني سعادة احسن انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط وجهي. اوعى بيلعب على البيانو هايل ده، المفروض نسمعه في الاوبرا مش نسمعه في مطعم الناس عماله تاكل. اخر مره اتعشيت فيها هنا البيانيست ده ما كانش موجود. بالمناسبه الاستاذ رياض اشتغل عندنا في المحل من اسبوع واحد بس. اه احسن من اللي قبله بكتير، كانت ودنه وحشه قوي. انت مالك عامله كده ليه؟ انا قلقانه قوي على الولاد. هنتعشى ونروح، دي اول مره في حياتي اسيبهم لوحدهم في البيت. غلطه عمري ان انا قلت نخرج. ده مين اللي بيخبط علينا بالطريقه دي؟ مش عارفه. ده زي ما جوزة خيريه مرات عم المرشدة. لا لا لا، وليه اللي هيجيبها دلوقتي في ميعاد متاخر زي ده؟